طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا، 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يومية 150، هاي الدولار اللي طالع من العراق 100. نعم. مليار اللي داخل بضاعة، اللي داخل بضاعة أقل المليار، 99 مليار دولار متسرب عمل. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة للسياسيين، كل هالعشرة العشر بنوك العشرة السياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دول العشر بنوك اطلاقا، ولا واحد. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث حول التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق اللي شكلها البرلمان للكشف عن حقيقة الأوضاع في محافظة نينوى وتحديدا مدينة الموصل، والذي من المقرر تقديمه إلى البرلمان في الأيام القليلة المقبلة بعد تأجيل ذلك خلال جلسة يوم الأحد الماضي. كشف التقرير بالأسماء عن مسؤولين وضباط وأشخاص آخرين وجهات مختلفة متورطين بفرض سيطرتهم بالقوة على المحافظة وتنفيذ عمليات تهريب وفساد وابتزاز وتهديد للمواطنين في مدينة الموصل في وضع يشكل خطرا كبيرا على محافظة نينوى. شكلت اللجنة البرلمانية بتاريخ 22 من ديسمبر كانون الأول الماضي لمتابعة أسباب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في المحافظة وتقديم تقرير بذلك، وتتألف اللجنة من عدة شخصيات سياسية وبرلمانية وأعضاء في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى. وتمت استضافة واستجواب عدد من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين، أبرزهم المحافظ المقال نوفل العاقوب وقائد عمليات المحافظة اللواء نجم الجبوري، وقائد الشرطة اللواء حمد نامس، وقائد الأمن الوطني هشام محمد، وزهير الأعرجي قائم مقام مدينة الموصل، وعبد الخالق الخيكاني آمر وحدة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية في الموصل. وصل عددهم إلى 27 مسؤول حكومي وأمني في الموصل ومدن عدة بمحافظة نينوى، بينهم قادة الفرق العسكرية التابعة للجيش. خلص تقرير اللجنة إلى عدة حقائق، من بينها ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، نخلي جوها أكثر من خط، المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات وممارستها لعمليات ابتزاز مختلفة وعمليات بيع أراضي الدولة وسرقة النفط وعمليات تهريب الأغنام والسجائر وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج مدينة الموصل، وكذلك تفشي الرشوة والأتاوات في المدينة من قبل عدة أطراف وتزايد عدد الفصائل والجماعات المسلحة التي تعمل مع ميليشيات الحشد الشعبي، بعضها لا يتجاوز 17 أو 20 عنصر، أخرى تصل إلى 300 عنصر مسلح. رفض كذلك عودة النازحين في قرى وبلدات عدة في المحافظة كلهم من العرب السنة من قبل الميليشيات ومن قبل قوات البشمركة. رصد التقرير كذلك عمليات تسلل إرهابية من سوريا إلى العراق كما جاء في التقرير عبر نينوى، وأنفاق ومخابئ للسلاح لم يتم اكتشافها، وأوصى بتعزيز القوات العسكرية وأشار إلى وجود مؤشرات احتقان خطيرة سببته الممارسات السلبية لقوات الأمن وميليشيات الحشد الشعبي ضد السكان العائدين لمنازلهم. ركز التقرير على ما وصفه بسوء تعامل وتصرف من قبل ضباط أمن، من بينهم على سبيل المثال ضابط استخبارات وهو المقدم علي الدجيلي، كما أن المدعو أبو رقية تحسين علي حبيب الدراجي لديه قوة كبيرة بحجم لواء في بلدة القيارة يقوم بتجاوزات كبيرة ولا يعرف لمن يتبع أو ينتمي كما جاء في التقرير.
أضاف التقرير تعدد الجهات الأمنية يضيع من المسؤوليات، كما أن هناك عدم توازن وطني بأعداد المنتمين للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، كما أن عربا وأيزيديين انتموا إلى حزب العمال الكردستاني المصنف بأنه حزب البكك إرهابي، وهو حزب معارض تركي مقابل راتب 300,000 دينار عراقي. كذلك سجل التقرير عمليات خطف أطفال من قبل مسلحي حزب البكك حزب العمال الكردستاني، وتحدث عن وجود آلاف الموقوفين الأبرياء من دون محاكم مع نقص كبير في القضاة. تحدث التقرير عن حالات ابتزاز المواطنين من أفراد بقوات الأمن، وتسبب الوقف الشيعي كما جاء في التقرير وفصائل مسلحة باحتقان من خلال استيلائها على دور عبادة في المحافظة وضمها إليها. كذلك أضاف التقرير بأنه يوجد أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني عراقية وأجنبية. التقرير قال يعني هذا العدد الكبير من المنظمات تثير الشكوك من أن تكون لها أو تكون واجهات لعمل أمني، كما تناول أيضا عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى سوريا وخطرها على المحافظة. أصبحت اليوم نينوى ممر أو ترانزيت للمخدرات الجاية من إيران اللي رايحة سوريا. أوصى بأن يكون الجيش هو المسؤول وتوحيد القيادات الأمنية، إضافة إلى تمييز في القبول بالوظائف الأمنية والعسكرية ضد سكان الموصل، وأكد خطورة الفساد وعمليات تهريب النفط والسكراب والحديد كما أشرنا، وأن كل ذلك يتم بعلم المحافظ المقال نوفل العاقوب، فضلا عن ضلوعه في ملفات فساد أمني خطيرة. ومن التوصيات التي خلص إليها التقرير والتي وجهها إلى رئيس الحكومة هو توحيد القيادات العسكرية وسد النقص في عدد العناصر من أبناء المحافظة، وإعادة نشر وتوزيع القطاعات وفقا للخطر، وإعادة المفصولين السياسيين من الشرطة والجيش. كذلك أوصى التقرير السلطة القضائية بمراجعة الأحكام الصادرة التي اتخذت عن طريق المخبر السري والتي حصلت نتيجة الابتزاز، كما أصدرت توصيات إلى مجلس القضاء الأعلى بترحيل عناصر حزب العمال الكردستاني من المحافظة ووقف كل الإجراءات والنزاعات بين الوقفين السني والشيعي. دعا إلى التحقيق بملفات فساد كبيرة مع المحافظ المقال نوفل العاقوب ومع شركة نفط الشمال وشركة نفط الموصل والمكتب الوطني للتنسيق المشترك وشركة تسويق النفط، كما دعا إلى التحقيق مع المدعو أبو رقية ووضع حد لخروقاته وتهديداته التي أطلقها. مسؤول في البرلمان ضمن الدائرة القانونية كشف لصحيفة العربي الجديد بأن هناك مساعي وضغوطا على اللجنة لإعادة صياغة النتائج التي توصلت إليها، وهو ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى تأجيل عرض هذا التقرير لجنة تقصي الحقائق في جلسة الأحد الماضي، واكتفى بطرح التصويت على إقالة المحافظ نوفل العاقوب. إذن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي شكل قبل عدد من الأشهر يخرج علينا اليوم بتسريبات صحفية، ويعني تقريبا المعلومات كلها معروفة لأهالي الموصل وللعراقيين، ولكن هذا يثبت الخروقات ويثبت التجاوزات من قبل القوات الأمنية، من قبل الميليشيات، من قبل الوقف الشيعي، من قبل حزب العمال الكردستاني بعلم ودراية المحافظ المقال نوفل العقوب. معنا اتصال صباح من بغداد، فضل صباح. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا. بالنسبة لتمر بمحافظة الموصل يعني من إرهاب داعش على التحرير المزعوم، طبعا ما طلع تحرير، هذا طلع تخريب، وعندهم أطماع قديمة يمكن لمئات السنين مثل إيران والمد الفارسي الموجود، هاي حقدهم على هاي المدينة الحدباء. يعني بين هسه بين شوف الموصل شلون دمروها الأيمن والأيسر وهجروا الناس، والأطماع الاقتصادية الموجودة اللي جاي يبتزون بيها التجار وأصحاب المحلات وأصحاب المشاريع. يعني احنا نعرف اللي يريد يستثمر المفروض عنده رأس مال، المرجعية العظمى المفروض من
تهد ميليشياتها الوقحة بالموصل، المفروض عندهم أموال يستثمرون ما بيها شيء، اللي عنده أموال راح يبني ويعمر يبني مشاريع، أما يجون بالقوة وطائفية ويبتزون الناس ويأخذون ويوزعون أراضي، هذه أطماع طائفية حقيرة جاي ينفذون مشروع بالمنطقة أن الموصل تبقى مخربة ويبقون أهلها مهجرين ومغيبين، وكل المسؤولين السنة الموجودين بالمحافظة هم شركاء، شركاء اللي جاي يصير حاليا هسه يلا طلعت أصواتهم. المحافظ نوفل كان يمارس بعض الضغوطات على المعلم وبالشطب وغيرها، لكن هيك ميليشيات وقحة تأسس فساد، حتى التفجيرات اللي صارت بالآونة الأخيرة على مطعم أبو ليلى وغيره، طالبين من عنده 3 مليون كل شهر لازم يدفع، ما قبل يدفعها، قالهم أنا اعطيتها الغير فصيل مسلح للميليشيات الحشد المقدس اللي يسموه، أنا ما أعطيكم لكم. جم ثاني يوم خلوه لعبوه وصارت الخسائر المادية والبشرية بالمطعم. ناس ميليشيات هي المسيطرة على المحافظة، أي مسؤول أو أي سياسي سني بالمحافظة ما له أي دور، بالعكس إذا يطلع صوته يمكن راح يصير عرضة للميليشيات الطائفية، لو يقتلوه لو يسببوا له يطلعوا له ملفات فساد. نعم. يعني هو يمكن في غنى عنها، مثلا أبسط دليل أنه في العقروب ما تقرب على هاي المكاتب الاقتصادية اللي دمرت المحافظة. شنو مكاتب اقتصادية؟ نعم. يعني هاي المكاتب الاقتصادية إذا تسمح الصباح الناس تعرف يعني. نعم. المكاتب الاقتصادية بعلم الحكومة، وهذا التقرير صار لفترة من طالع قبل حادثة العبارة، وتم تأجيله من قبل البرلمان، تم تأجيل عرضه على البرلمان. وطبعا يعني احنا يعني ربما المشاهد يقول لك هي لجان تقص الحقائق السابقة ايش سوت من سقوط الموصل واللي حملت المالكي سقوط مدينة الموصل ودخول الدواعش، ولجان كثيرة يعني طلعت بنتائج ولكن على الأرض ما موجودة، ولكن القصد أنه يعني المكاتب الاقتصادية وتحميل الميليشيات أنها تسيطر على هذه المكاتب الاقتصادية وابتزاز الناس ورد في التقرير، وهذا معلوم لدى البرلمانيين ولدى الحكومة قبل حادثة العبارة بفترة طويلة. نعم. أستاذ عمر، المكاتب الاقتصادية إذا أريد أن نوضح للناس عامة الناس نحكيها بالعامية، شنو هاي المكاتب الاقتصادية؟ من هم ذولي المكاتب الاقتصادية؟ هم كلهم الميليشيات واللي يسمون فيهم حشد مقدس اللي كانوا مدعومين من المرجعية ومسنودين من يعني قانونيا مسنودين من الحكومة المركزية. نعم. فبعد عمليات التحرير نفس هالفصائل سوت هاي المكاتب، أخذوا بيوت ناس وأخذوا مكاتب رسمية وغيروا من حشد إلى مكاتب اقتصادية، لكن هم مدججين بالسلاح. يعني هذا المكتب. نعم. الاقتصادي العجلات اللي تقف قدامه وسياراتهم كلهم الحشد. نعم. اللي يستغلون الأسلحة والحمايات مالتهم من يطلعون كلهم حشد. يعني إذا هاي المكاتب الاقتصادية شنو مكتب اقتصادي وهي مخربة؟ يعني المفروض أنتوا هاي الميزانيات اللي جاي تصرف لهاي الحشد الموجود بالموصل أو موجود بالأنبار أو بصلاح الدين رواتب غير نثرية، أمور المفروض يعمر بها. نعم. منطقة تعمرون، أولى المناطق اللي خربها الحشد وخربها داعش وخربتها الحكومة وخربوها الأمريكان بالقصف الجوي ودمروا من البنية التحتية مالتها الموصل، المفروض هاي الميزانيات اللي تصرف للناس المنكوبة، للناس اللي. نعم. اللي تهجرت اللي منازلها راحت. فهاي المكاتب الاقتصادية هم نفسهم ميليشيات طائفية. نعم. سيطرت، يقول لك احنا دافعنا على أعراضكم، هاي مقولتهم الشهيرة، خلنا صباح دافعنا عن شرفكم. نعم. وعراضكم، هاي المقولة عيب ما يحكيها. نعم. إلا فاقد الشيء. نعم. اللي يحكي بشرف الناس هذا شرف ما عنده. صباح. يعني أقصد الكل الأطياف. نعم. بالتقرير يقول يقول سوء تعامل وتصرف من قبل ضباط أمن، من بينهم على سبيل المثال ضابط استخبارات اسمه المقدم على الدجيلي، هذا بحسب التقرير البرلماني، كما أن المدعو أبو رقية تحسين علي حبيب الدراج لديه قوة كبيرة بحجم لواء في بلدة القيارة ويقوم بتجاوزات كبيرة ولا يعرف لمن يتبع وينتمي. هذا يعني يقول لك تخيل، يقول لك
لا يعرف لمن يتبع او ينتمي. معقوله يعني شنو جاي من الفضاء؟ لا معقوله استاذ، احنا احنا ولد رقيه وكل من يعرف اخي، هذا مثل مشهور. نعم. فاهل الموصل، اهل الموصل والمحافظ اللي 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 سرق ما سرق وهو راس الهرم بالفساد، كل اهل الموصل يعرفون هذول المتابعين، كلهم تابعين الى الحشد ومسنودين من قبل الحشد. لو كان غير جهه، غير جهه اي جهه كانت، يعني ما عندها ارتباط بالحشد، كان صادم مع الحشد، كان صار قتال بيناتهم، لكن هم ايد واحده بالفساد، كلهم مشتركين بالفساد. السياسيين الموصل يعرفون هذول المتابعين تحديدا واللي فصيل ومدعومين من قبل قاده الحشد، قاده الحشد اللي هم ابو مهدي المهندس وهادي العامري وغيرهم، اللي حاليا هم من قدم استقالته نوفل العقوب رشحهم اثنين، هادي العامري وابو مهدي المهندس. انتم شنو دخلكم؟ الموصل معروفة هي طائفة، كلها طائفة سنة، وانتو ناس موالين الى ايران اثنيناتكم، وناس مجرمين ومطلوبين دوليا، شنو تدخلكم من تريد ترشحون اثنين موالين للحشد؟ يعني شوف وصلت بيهم القباحة الى وين، ان يتحكمون سياسيا بالموصل مو اقتصاديا، وينهبون ما ينهبونه، وهذا السكراب الحديد اللي يقيم بالملايين الدولارات جاي ينهبون به بسياراتهم، وتعرف السيطرات لهم، حتى الجيش ما يعني مخول ان يوقفهم الحشد الميليشاوي. وسرقتوا ما سرقتوا من الموصل، وفجرتوا الجوامع وفجرتوا البيوت وسرقتوا الدنيا كلها، ما كفاكم؟ ما كفاكم اللي صار بين موصل، انه جيتوا على ارواح الابرياء الاطفال والنساء، وطلعت عمليه مفتعله هاي مال العباره. نعم. وكلهم يتبجحون بقرارات ومدرشون، يعني كلهم كذابين استاذ. الموصل لحد الان محاربه من قبل الحكومه المركزيه، ومحاربة من السياسيين اللي من أبناء جلدتهم من الموصل ومن أي محافظ، حتى المحافظ اللي راح ينتخبوه. احنا شفنا تقرير من تقارير ان كل هالكرابلة وخميس الخنجر وغيرها كلهم جاي يتدخلون، وصعد المنصب الى 10 مليون و15 مليون دولار. لا. يعني هاي تالية الموصل بعد العناء وبعد الارهاب اللي شافته. لا. تصل مرحلتها انها يساومون على المنصب في سبيل ما يجي انسان نزيه شريف يبني ويطرد هاي المكاتب الاقتصادية ويشكل قوة عسكرية. نعم. وجيش من أبناء المنطقة في سبيل يكون قلبهم على هاي المنطقة. ليش يجي الغريب يسرق ويفجر ويقتل؟ هي التفجيرات مين تصير؟ هي من الحشد الميليشياوي. كل هاي التفجيرات اللي بعد إرهاب داعش، احنا ندري ان الميليشيات هي جاي تفجر في سبيل، يقول لك الدواعش موجودين، الارهاب بعد مستمر، الكذا، وهم نفسهم ارهاب. احنا العراقيين ما عرفنا الارهاب الا من داعش، وعرفناه من الميليشيات اللي شكلتها المرجعيه. والفساد هذا هم يعتبر ارهاب، فساد حكومي بالحكومه المركزيه وكل مجالس المحافظات. نعم. العراق. انا اشكرك صباح، اشكرك صباح من بغداد، كان معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه. تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. تحيه لك وتحيه للقناه، تحيه لكادر القناه، تحيه للمشاهدين، وحيه اخويا الصباح. واي تأييد صحيح كلام. هو مشكله العراق هي الحاكمه، هي الميليشيات الايرانيه المجرمه، هذه هي التي ترتكب الفظائع والجرائم بالعراق. اذا لم تنسحب هذه الميليشيات القذره من هذه المناطق، لان ميليشيات طائفية وقذرة ووكحة بنفس الوقت، وهم حرامية، وهم يمثلون الخامني، هم هذه كلها ضد أبناء الموصل، هذه المدينة الشريفة العزيزة على كل عربي. هذه لأن هذلة الخامني له تاريخ مجيد وتاريخ مشرف، وهذول الأحذية هذه هو لا يستقلون من ظروف العراق، لا يوجد دولة، والحكومة هي الميليشيا. إذا لم تنهى هذه الميليشيات مع مرجعيتها هذه القذرة السفتاني وهذه لحية هذه حقت إيران، فلن يستقر وضع العراق. وكل شيء بالفلوس، منصب محافظة يوصل يقول لك 11 مليون دولار، والضباط والجنود، ما يسمى بالضباط والجنود، هذه ما يندمج، يقول لك يدفعون فلوس علشان يعينون بالموصل من أجل نهبة. شوفوا شلون وصل البلد لهذا المستوى، لن تحطها طبعا لازم. نعم. على الشعب، بس العجب الغريب يا ولد، الشعب العراقي لحد الان نايم، تنهب اموال الشعب وينكل بالشعب ويدمر الشعب والشعب نايم. ما نايم، لا والله ابو فيصل، والله الشعب يطلع ويتظاهر ويطالب، بس اللي يطلع يقمعوه ويقتلوه ويعتقلوه.
صحيح هذا صحوة، هم معتمدين على هذا هم التنكيل، بس الغريب الشعب ما كله، المحافظات الجنوبية ما كله، بس البصرة تحرك. كم محافظة جنوبية؟ 9 محافظات ولم تحرك ولم تساند، فلا يتأخر، كل ما يتأخر هو ضد الشعب، على الشعب أن يبادر. لا مفر، لا حد يغير نظام، لا حد يغير العملية السياسية بالعراق إلا الشعب العراقي الشريف، إذا تكاثر الشعب العراقي بيوم واحد يشيل كلهم حثالات. نعم، أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. طبعا يعني نعيد بعض الفقرات، أبرز فقرات اللي جاءت في التقرير. يقول وجود مؤشرات احتقان خطير سببته الممارسات السلبية لقوات الأمن وميليشيات الحشد ضد السكان العائدين لمنازلهم. راح اتصال ناصر من بغداد، تفضل ناصر. مرحبا استاذ عمر. مرحبتين، اهلا وسهلا بك استاذ عمر. بالنسبه لوضع الموصل هو وضع معروف لبغداد، يعني هي منطقه خرجت قاد عسكريين وخرجت اكاديميين، فتكون مكروهه من قبل الميليشيات اللي في العراق، باعتبار انه هذول الضباط هم من قاتلوا ايران بوقتها واستعادوا الاراضي العراقيه، هم من رفعوا رايه العراق، هم من اللي بحرب تشرين بيضاوت العراق. الموصل مكروهة مو لكونهم شعب من غير طائفة، لا، مكروهة لأن خرجت قادة معروفين نزيهين وطنيين حموا اسم العراق وحافظوا على تربة العراق. نعم. فلذلك تكون مكروهة، مكروهة مو من قبل بس الحكومة، مكروهة من قبل الميليشيات. أخي أستاذ عمر، يعني فإحنا ما أريد أنه ندافع على أهل الموصل وتضحياتهم، ولا الضرر اللي صابهم نتيجة النزوح، نتيجة وجود عناصر خارجة عن حتى مخافة الله. ما أخ عمر، أنا نكون واقعيين إنه الموصل مكروهة، مكروهة منين؟ مكروهة من الميليشيات، العناصر اللي هي مرتبطة أساساً بإيران. نعم. فإحنا هذا الوضع وضع مأساوي ووضع معيب والله. إحنا ما نتمنى إنه الشعب الموصلي يتأذى ولا يضرب، لا، يعني شعب عراقي أصيل معروف. معروف جوده وكرمه ووطنيته. نعم. ما نريد انه مثلا نقلب حاله على حاله، لكن الواقع غير، الواقع غير شكل. نعم. استاذ عمر، فهذا اللي يجري. نعم. استاذ عمر، عندي ملاحظه خارج الموضوع اذا سمحت. تفضل. استاذ عمر، طبعا انا عند شهيد صارت 3 سنوات. قبل 6 شهور، قبل 4 شهور وصلت المرحلة علما للتقاعد العام. نعم. هذا الطلب أخليه قدام السيد رئيس الوزراء إذا كان يقول أنا أحب الشعب العراقي. عندنا موظف بالقسم 34 اسمه مصطفى، موظف هيئة التقاعد الوطنية اسمه مصطفى، مسؤول القسم 34 هيئة التقاعد العام من بغداد. المعاملة التقاعدية مال الشهيد. نعم. للمرة الرابعة يعيق المعاملة التقاعدية مال الشهيد، يعني هاي مخافة الله ماكو. هذا يعيقها. شنو السبب؟ شنو السبب برأيك؟ السبب أكو صديق يمه يقعد يمه يريد يشتري شقة، إحنا ما عندنا فلوس، فقلت الولد إذا استحسننا المستحقات يريد يشتري بها. نعم. هذا كل اللي صار. أنا أتمنى من سيد رئيس الوزراء يدور رشوة. سيد رئيس الوزراء رشوة أستاذ. نعم. عمر، أتمنى من سيد رئيس الوزراء يتبنى التحقيق. زين، هذا أريد يتبنى التحقيق. نعم ناصر، هذا بهيئة التقاعد العامة اللي ببغداد. اي والله اقول لك استاذ عمر تعبني يوميا، تدري ايش يريد يوميا؟ روح جيب لنا معامله تاخرني 20 يوم. يعني انا كنت استحق التقاعد من الشهر الثاني، حتى شو يقول لي اول البارحة؟ يقول لي لازم تحسن. ايوه احنا محتاجين استاذ عمر. نعم. ظرفنا كل الصعوب خصوصا ظرفي، يعني محتاج اليوم احسن مبادئ، فاطلب من السيد رئيس الوزراء انزال اشد العقوبه بهذا الموضوع، واذا ما نزل عقوبه فبمعنى السيد رئيس الوزراء هو قابل على التبديلات. نعم يا استاذ عمر، هاي تاخرني عسل ويوميا طالب من عندي شيء، صحت فطور حتى اتاخر، حتى صحت فطور وانا بالجنسيه مال كاظميه راح ياخروني 20 يوم. زين، هذا يجي واحد دلال يقعد يم استاذ عمر ولو. نعم. اخذت من وقتك يقعد يمه. نعم. يتعاطون استاذ عمر، يعني الله يقبلها، يعني انت مدير التقاعد، يعني ماذا تشوف ليش بلدك؟ تعال اخليها قدام السيد رئيس الوزراء، يعني يشربون. ناصر بس اذا تسمح لي، يعني طبعا. يعني انت تقول يتعاطون، يعني يشربون مخدرات اثناء الدوام؟ لا، يتعاطون فلوس. ها، ياخذون فلوس. نعم.
اي والله يرتشون. استاذ عمر وانا تدري بقضيتي، يعني انا محتاج المال اليوم احسن الباتور. هذا اللي ياخرها مصطفى مسؤول قسم 34. نعم. اللي يقعد يمه ياخرني، اللي يقعد يمه صديقي ياخرني. وانا اشكرك استاذ عمر، شكرا. انا اشكرك. ناصر من بغداد كان معنا. مع الاسف هذا حال العراق. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد. طبعا عدد من الباحثين والخبراء أكدوا بأن غرض الحكومة من تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن فاجعة الموصل هو تسويف القضية وتمييعها وجعلها طي النسيان، كما حصل مع القضايا الأخرى التي يعني شكلت من أجلها لجان تقصي حقائق، وقبل الفاصل التقرير اللي تحدثنا عنه. طبعا عبر الباحثون عن تشاؤمهم من نتائج لجنة التحقيق، وأكدوا بأن جهات سياسية ستتدخل لقلب الحقائق وتغيير المعطيات، وبالتالي التستر على المتورطين الحقيقيين بفاجعة الموصل. خلينا نشوف أبرز التصريحات من قبل هؤلاء. تشكيل لجنة هو من أجل تسويف هذه القضية وتمييعها كما حصل مع سابقاتها. كان من الأجدر أن تكون هناك مباشرة من قبل الحكومة المركزية في تقصي الحقائق بسرعة فائقة لا تتجاوز الثلاثة أيام لكشف الذين تسببوا بهذه الفاجعة الأليمة، ولمعالجة الأزمات اللاحقة والأخفاقات التي قد تحصل وتنجم عنها فواجع أخرى. لذلك أنا غير متفائل بوضع لجنة، لأنها ممكن أن ستسوف الموضوع وممكن أن تتدخل جهات سياسية ضاغطة إذا تم الكشف عن بعض الشخصيات التي تسببت بهذه الفاجعة، لأنها قد تنتمي إلى حزب معين أو جهة معينة. مللنا من عملية كثرة اللجان التحقيقية، لأنه اليوم تلاحظ حضرتك عندما تكون هناك لجان تحقيقية النتيجة النهائية ستسوف هذه القضية لأطراف ولجهات، وبالتالي ستموع هذه القضية وتكون في الرفوف. نعم، سوف تكون في الرفوف. هذا اللي حادث واللي يحدث بالعراق خلال السنوات الماضية وحاليا. معنا اتصال أسماء من الديار، تفضلي أسماء. انقطع الاتصال مع أسماء. طبعا نعيد ونكرر أبرز النقاط اللي جاءت في التقرير، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل البرلمان في ديسمبر الماضي، والتي تم تسريبها عبر الصحف ومنهم صحيفة العربي الجديد، بأن محافظة نينوى اليوم أصبحت ممراً للمخدرات القادمة من إيران إلى سوريا. نينوى أصبحت ممراً ترانزيت للمخدرات القادمة من إيران واللي رايحة إلى سوريا. معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي. حياك الله يا حبيبي، أهلاً وسهلاً بك. أخي هذه الزمرة الحاكمة كانوا يحلمون يدخلون للعراق، بس الوقت وغدر الزمان خلى هاي الحثالات تبرز وتتكلم بالدين والعروبة، وهو كله كذب وشيطنة ودجل ونفاق. أشوف هواي عليهم هذا البلد، لأن هذا البلد مو أي واحد يجي ويقول أنا قائد. البلد يريد قائد مثل يكون شجاع وعملاق. تربة هذا البلد بخيتة تريد حاكم وطني واحد شريف ومكتمل بالغيرة وبارد بالأخلاق. ما يريد هاي الشرذمة،
لان ما شبخه وشبر اذا مو باذيه وقطع اعناق وارزاق. شوف من لفوا ايش قد خلوا بين عراقي وعراقي فراق من غير التجاره بالدم العراقي كتله وشمره على الرصيف وهاي ثلاث اوراق يتكلمون بالدين والخوه واللحمه على قناه الافاق. اخي هذا حقدهم ما يخلص لان يتذكرون الكفخه بمعركه القادسيه من ادبهم العراق ودمارهم للبلد صار بالسره زقاق ورا زقاق. بلدنا كان مثل الكتاب المصفوف من لفوا وخلطوا كل الاوراق. زين ابو ياسين شو رايك بالتقرير نتائج التقرير اللي طبعا لحد الان هو ما اعلن رسمي ولكن هذه تسريبات صحفيه حصلت على نسخه من التقرير اللي شكلت او شكلت يعني لجنه برلمانيه شكلت هذا التقصي الحقائق لجنه تقصي الحقائق في ديسمبر الماضي. من ابرز النقاط يعني ابتزاز الناس اخذ اتاوات من الناس من قبل الميليشيات من قبل بعض القوات الحكوميه. هناك ضباط معروفين باسمائهم يشكلون قوه والتقرير يقول لك ذولا من عرف تابعين المن جعل نينوى ممر للمخدرات اللي قادمه من ايران واللي رايحه الى سوريا. مواضيع فساد اخذ يعني سكراب الاستيلاء على اراضي من قبل الوقف الشيعي ومن قبل الميليشيات والاستيلاء على مساجد. كل هذا جدت في التقرير تقرير اللجنة البرلمانية. شنو رأيك به؟ أخي هم إيران هم يريدون العراق كله. هم أولا يريدون العراق يتأخر ما يريدون العراق يتقدم. هسه تشوف من 2003 لحد الآن كل فترة أطلعونا بقرار على مود الشعب العراقي يتلهى بالقرار مالتهم. كل فترة وطالعيننا بشغلة. هم يريدون العراق هم يريدون يقتلون العراقيين الشعب العراق. أخي كلهم ناس هؤلاء كلهم عملاء عند أمريكا وإيران. فلا تصدق يشبخون شبخة إيجابية ما يشبخون شبخة إيجابية لصالح العراق والعراقيين. كلهم هؤلاء خونة. يعني هسه شوف هاي مال عبارة من اللي سواها هاي وراها إيران. نرجع على داعش من وراها وراها إيران. البلد أخي كله دمرته إيران وأمريكا وهؤلاء كلهم مراهم هؤلاء الحكام. يقول لك هم ما يريدون البلد يصفى لأن إذا البلد صفى ما لهم مجال بعد بالعراق. نعم أنا أشكرك أبو ياسين من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ محمود من الموصل. تفضل قبل ما نقرأ رسالة واتساب. تفضل محمود يساعدك. حياك الله يا أهلا بيك. هذا وزير العقد الماشي مع الفلوس يعتبر من 150,000 مسجونين هذول الميليشيات. الإيران أمريكا دمرت العراق هي وإيران ونور المالكي 150,000 يسير مساجين محل مدلهم وين ضمنهم مجلسين ما سووا شيء مثل ما سووا بسبايكر. نعم سبايكر بعد الجيش ما حضرهم وذبحوها ما الميليشيات وذبحوها بالدواعش. أقربوا السفينة العبارة لأنها بالجزيرة طريقة بغداد مقلوبة. العبارة يقولون الدواعش والمفخخات هم يقولون الدواعش. زين محمود ولدك نعم ولدك منو أخذهم وش وقت أخذوهم؟ هذا اليوم سنتين 10 برات رحت لبغداد ماني ما قدرت أروح. نعم راحت حرمت لدقاهم العصابات الإيرانية الميليشيات اللي عندها 15 جيش بالعراق. ما عندنا هم يبحثوا هذا مدير عدايا يوميا رميت مليار يضرب يوميا مليار من السجناء. أخي نازلون الأمم المتحدة نازلون الولايات نازلون الدول. أرجع أخذ كل سجين عليه وزير العدل كل سجين يأخذ عليه $30. نعم عندك دفاتر تطلع ما عندك دفاتر وانت زمتين 1992 ما حد كله تعرف براسه والاخر ما يعرف كهر ما بيكره مثل ما كره بازه والنفط يوميا نفط يسحبونه من الموصل بالمليارات. العرب ما يشتري سيارة هلب 200 مليون وكاتل الموصل هيا انتم بس احتونا على الجاع على البطاقة التموينة يأكلون حطتنا منينا. يعني شي يصير ابن حرام راسي ابن حاش شي يصير ما تحت ستبيكر هم ابن حرام قبل وصاهم لبحام ولبحام براسي 11 تقطعون السنة 150 ألف يصير. تعرف تقول إنه إيرا
هذا جانا الحكم في الكاروب كان على الرخاني يا ابو الجيزات ايش يجربوا علينا هنا؟ هم خرجوا الجيش باليمن، هم خرجوا الجيش بالعراق، هم خرجوا الجيش بتركيا، هم خرجوا الجيش بسوريا، يعني هم طلاب من اسرائيل هم لا. لانهم يستحون وعندهم غره مالقيده مو من ابو الاسلام، خلهم يطلعون يقاتلون انقاذ القدس ليش انهم 150 يوميا يضرب له 30 دولار على السجين، والسجين كله كتر مذبوح والله ما تكفي بالشر وما تساه والله كريم. نعم الله كريم ما تساه. يطلعوا لنا المراه امريكا تابعوا يا اخي تابعوني هذول السجناء 150 خليهم يطلعون يا رجل دولهم على القدس. نحن ما زين ولدك وين؟ نعم يعني محمود ولدك نعم. ما عرفت مثلا مسجونين بياسجين ما خلت. نعم واحد خذوه من الرشيدية. نعم كل شيء ما عنده جعل خيام ودن حاسبه وراح وجه استاذي. نعم نور المالكي قال كلام تعرفون ايش قال؟ نعم قال ليس يا محمد الدم هذا ما يلعب المسابيع وبوت قال لي خلي سكان عراق 5 ملايين. نعم. احنا ويران وين نتناصح؟ ابو ايران ما يفك نفسه من حرب الخليج اللي حاربنا عسى بخليني نفس العرب جيش ايراني الميليشيات اللي بعدني انا قاعد اسويها. نعم. والله مع الاسف مع الاسف مع الاسف كانوا يقولوا 5000 داعشي 950 يروحوا حدا يروحوا حدا ثاني في سوريا ويقولون 5000 انت اعطيك 150 ولا ودينا لحد طلبك يوميا مليار في خمام الجنين احنا ما سووا مثل ما سووا لا استلوا ولا اذبحوا يعني 3 اشهر تنطع عن امريكان وبطل وهذا كل شيء ما عنده حريمهم اليوم حاسين هن سنتين رحت على ناصريا قد شاه من الحريم رحنا على بغداد قد شاهنه يا فين في هذه الجماعه السجون يا اخي انت بتشوف انت وين تتفخم وين ما هذا كان توكل علي والله كريم يا استاذي. نعم الله يفرج خليك. الله يفرج الله يفرج عنكم يا رب الله يفرج عنكم وعن جميع العراقيين وعن جميع الأبرياء. خلونا نقرأ رسالة وساب يقول أحر التعازي والمواساة بضحايا حادثة العبارة حادثة مؤلمة وفاجعة تتحمل الميليشيات المجرمة مسؤولية ما حدث وكذلك الحكومتين المحلية والمركزية يتحملون مسؤولية حياة الأرواح. رسالة يقول فيها السلام عليكم يقول القضاء في العراق غير عادل وسيتم إطلاق سراح المحافظ ونوابه أو سجن لمدة سنة وسيحاكمون عمال فقط بالسجن المؤبد أو غير ذلك. هي بس محافظة الموصل بس بها فساد، هي الدولة يقول والمرجعيات والأحزاب والميليشيات كلها بها فساد وكبيرة. تحياتي لقناتكم أبو عمار حياك الله. رسالة يقول فيها سبب دمار العراق والمدن الغربية الأحزاب الفاسدة والعميلة وبعض الخونة والعملاء بين قوسين اللوغية والذيول هم الذين باعوا الموصل والمناطق الغربية من للإرهاب من أجل حفنة من الدولارات والآن يتربون على المناصب بأمر الدولة بدون حسيب ورقيب. رسالة من علي البرزنشي يقول أيرنت يعني جعل المناطق السنية تابعة لإيران والثمن يقول هو افعلوا ما شئتم يا قادة ويا مسؤولين فقط غيروا من ديموغرافية المناطق السنية والمعنى تهجيج كما يقول بالعامية السكان الأصليين وتسكين عوائل أفغانية وباكستانية وإيرانيين بالتبعية وخط النقل الذي يمر بالأنبار والموصل يجب أن يكون محاط بعوائل إيرانية. إيران احتلتنا المرجعية والحشد الشعبي ووضع العراقيين الخونة وأولهم عادل عبد المهدي ويقول هو مقتدى الصدر والسستاني يقول حقد إيران على الموصل لأنها أصل العروبة والإسلام في العراق فمتى انتهت الموصل انتهى العراق. الرسالة يقول فيها أبو نور الحسن يقول تحية لك أخي عمر يقول بدون لف ودوران تقرير فلان ولجنة علان وما حصل للموصل من نكبات وما سيحصل لها مستقبلا هو الغاية منه التغيير الديمغرافي لهذه المحافظة العريقة ومستقبلا سيستخدمون شركات إيرانية لإعمارها شكليا ومن ثم
توطين عمال هذه الشركات حسب قانون الجنسية الجديد عفوا سيء الصيت لتشييعها ولتكون منفذا وممرا آمنا إلى سوريا وإلى ما له علاقة بالميليشيات في الموصل على تحريرها وما ويقول ويتساءل ما علاقة الميليشيات وما علاقة العامر والمهندس وهي ما وما هي مناصبهم التي تؤهلهم لترشيح محافظ جديد وبإشرافهم. نعم معنا اتصال أسماء من ديالى تعاود الاتصال بنا. تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله. طبعا استاذ عمر انا بالنسبه لموضوع العباره مع المكتب ما صارت ما قدرت الحمد لله. يعني هو التقرير تقرير لجنه تقصي الحقائق اللي شكل في ديسمبر الماضي مو مال العباره فاجعه العباره لا هذا تقرير تم تشكيله من قبل البرلمان على اساس يشوفون اوضاع الموصل وليش يعني ناس دعت تشكو ليش العوائل ما دعت ترجع فيفصل التقرير اللي موجود في الموصل إساءة من قبل الضباط وميليشيات للناس ابتزاز أخذ رشوة استيلاء على أراضي اعتقالات استيلاء على مساجد من قبل الوقف الشيعي جعل نينوى ممر للمخدرات القادمة من إيران اللي ذاهبة إلى سوريا نقاط كثيرة أشار إلى التقرير أريد رأيك بهذا الموضوع. أستاذ عمر بالنسبة لهذا التقرير طبعا إحنا يومنا بسمع تقارير بس ما نفذوا على أرض الواقع عن التقارير مجرد تقارير ما هو أي تنفيذ يعني اللي صار يصير بالجينة بكل المحافظات جاي يصير بس يعني إحنا نقول الله يفرج على هاي الجينة بس يعني هاي اللي صار بالجينة بكل المحافظات في تدريب أستاذ عمر يعني ماكو أي أخلي يعلمون تقارير أو هاي الشغلات بس ما في فائدة ما في فائدة إن الميليشيات في مكان جاي يعني يظلم الأبرياء يعني في كل مكان خاصة بديالة يعني بديالة ليش ماكو الميليشيات لحد الآن أكو إجرامهم ليش ماكو تقارير بس باقي المحافظات يعني في مكان أكو بس مجرد تقارير إحنا أستاذ عمر ما نحترف يعني في تقارير بس يعني مجرد تقرير وبعد ما تؤذن فيه يعني اللي صار على أهل نواف الله يفرج عن جميع إن شاء الله ويحسبهم من هؤلاء الميليشيات اللي ما عندهم أي رحمة أي رحمة هاي الميليشيات هم هدفهم أستاذ عمر القضاء على أهل السنة واضح شغلة واضحة قضاء على أهل السنة يعني هذا اللي أقدر أقوله. نعم أنا أشكرك أسماء من ديالى كانت معنا. طبعا نعيد أبرز النقاط في التقرير يقول تعدد الجهات الأمنية يضيع المسؤوليات كما أن هناك عدم توازن وطني بأعداد المنتمين للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية كما أن عربا وإيزيديين انتموا إلى حزب العمال الكردستاني البككة الحزب الإرهابي مصنف في تركيا وبعض الدول مقابل راتب 300 ألف دينار وعمليات خطف أطفال من قبل مسلحي هذا الحزب وقبل أيام يعني الحكومة حكت والبرلمانيين حكوا بأنه حزب البككة التركي يسيطر على قضاء سنجار. نقطة أخرى قال التقرير وجود آلاف الموقوفين الأبرياء تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي شكل في ديسمبر الماضي هذا برلماني هذا لا قناة الرافدين ولا صحيفة ولا شيء هذا تابع للحكومة عن وجود قال وجود آلاف الموقوفين الأبرياء من دون محاكم مع نقص كبير في القضاة وتحدث عن حالات ابتزاز المواطنين من أفراد في قوات الأمن وكذلك تسبب الوقف الشيعي وفصائل مسلحة باحتقان من خلال استيلائها على دور عبادة في المحافظة وضمها إليها. أضاف يوجد أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني عراقية وأجنبية يقول التقرير تثير الشكوك من أن تكون واجهات لعمل أمني عمليات تهريب المخدرات جاء في التقرير القادمة من إيران إلى سوريا خطرها على المحافظة أوصى بأن يكون الجيش والمسؤول توحيد القيادة الأمنية إضافة إلى تمييز في القبول في الوظائف الأمنية والعسكرية ضد سكان الموصل. رسالة على الواتساب أو لا يوجد رسالة نعم رسالة على الواتساب
قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز عمر يقول تحية لك ولهذه القناة. يقول رحم الله شيخنا المربي الفاضل الدكتور حارث الظارف، والله الذي لا إله إلا غيره لا يوجد إنسان عراقي مخلص لشعبه وأهله كشخ في ظل هذه الحكومات الظالمة الفاسدة كالشخص الدكتور رحمه الله تعالى، فلقد حذر مرارا وتكرارا ولكن للأسف ما من آذان سامعة لصوت الحق إلا ما ندر، فنسأل الله أن ينور قبره ويبيض وجهه ويقر عينه برؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوكم أبو طارق الدليمي من بغداد، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى العراق الشريف. أستاذ، هي أزمة الموصل هي عبارة يعني كصورة مصغرة للعراق. نعم. يعني إحنا نشوف الوضع هسه الحالي في العراق كله من شماله إلى جنوبه، كل حكومة أشخاص، حكومة تنافس، يعني ما شفنا أحد من هاي الحكومة أو حتى من الأكراد أو حتى من الشيعة أو حتى من السنة أنه كلهم يهدفون إلى تحقيق استقرار وأمن وسيادة العراق، لأن تدخلت أيادي خبيثة أدت إلى يعني ضعفت كل الأمور في العراق. وإذا تأخذها عن طريق الموصل يعني أستاذ، الموصل يعني هو هذا هدف الحكومة، التغيير الاقتصادي والديمقراطي والعسكري لمنطقة الموصل. نعم. لأنه إحنا عندنا تشعبات كلش كثيرة، أمريكا وإسرائيل تريد شغلة وإيران تريد توصل إلى البحر المتوسط، فلازم يقلون تقلون على المناطق السنية. نعم. ومع عبد الله. نعم. زين، الجماعة يحشونا بالسيادة وذابحيننا، جايبيننا حزب مصنف إرهابي قعدوا بالقيارة، تمام؟ هسه هو العفو بسنجار، حزب البككة، حزب العمال الكردستاني اليوم مسيطر، ياخذ راتب من الحكومة وكتل جنود قبل كم يوم، تمام؟ ومتهم بحسب لجنة تقصي الحقائق باختطاف أطفال، شنو رأيك؟ والله دا اشوف اني هي الدولة ما اعرف على شنو ساكتة، شنو دا تتفرج يعني اذا هم هذول جماعة مسلحة، وبالاضافة الى هاي الجماعة المسلحة ترى اطبع جماعة اخرى داعش هم بالمناطق الاخرى، بالمناطق الجهة اليمنى جانب الايمن، ترى يعني هو العراق كله هو عبارة عن جماعات مسلحة، إذا البككة وإذا داعش وإذا الحشد وإذا أصلا ما إلى أي ذكر من الجيش العراقي ولا إلى الشرطة، لو هي الشرطة والجيش العراقي تسلم على الموصل ما نسميها كشركات استثمارية، ما كان الوضع وصل إلى هاي الحال. أستاذ، أنا أشكرك أم عبد الله وأعتذر على المقاطعة لانتهاء وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي شكل من قبل البرلمان في ديسمبر الماضي، وتحدثنا عن أبرز النقاط التي جاءت فيه. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.